للعام الرابع على التوالي تطلق مؤسسة الشروق الخيرية وعبر قناة الشروق حملة لجمع الأضاحي في مبادرة خيرية دأب عليها القائمون على المؤسسة في كل مناسبة، من خلال جعلها سنة حميدة تمكن الفقراء أو المحتاجين من إحياء شعيرة عيد الأضحى. مؤسسة الشروق الخيرية عرفت في بداية تأسيسها بنشاطها الموجه لفائدة الفقراء والطبقات المعوزة ممن تبث حالتهم عبر حصة وافعلوا الخير، لكن مظلة برامجها اتسعت لتشمل مجالات أخرى كالبرامج الخاصة بالدخول المدرسي والمخيمات الصيفية وغيرها، وأخرى واكبت كل حدث تعرفه الجزائر كان آخرها نازلة كورونا، حيث خصصت مؤسسة الشروق الخيرية غلافا ماليا خاصا باقتناء الألبسة الواقية لفائدة الأطباء والمصممة وفق معايير عالمية، تم توزيعها شهر مارس الفارط على مستشفيات كل من مستشفى ابن مسوس ومايو بالعاصمة، مستشفى بوفاريك وفرانس فانون بالبليدة، بالإضافة إلى مستشفى وهران. خطت مؤسسة الشروق الخيرية خطوات مهمة في طريق تطوير منظومة العمل الخيري وبناء شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق أهدافها من خلال التنسيق معها في عملية توزيع الأضاحي في النسخ السابقة على غرار كافل اليتيم وهران التي أشرفت على العملية بالغرب، وجمعيات الإرشاد والإصلاح الغيث ورحماء بينهم اللواتي أشرفن على العملية بكل من الشرق والوسط. تفاعل كبير من المحسنين في كل حملة تطلقها المؤسسة ترجمتها الأرقام الهائلة لعدد الأضاحي، وفرحة كبيرة وسط الأرامل والأيتام، فأي فرحة تضاهي فرحة أرملة مقهورة، وأي ابتسامة تضاهي ابتسامة يتيم محروم. أربعة أعوام من الوجود، أربعة أعوام من الخير والتفاني في خدمة الفقراء، أربعة أعوام ومؤسسة الشروق الخيرية تقترب منكم فتتقربون منها أكثر عبر نافذتها الأسبوعية، جعلتم منها مؤسسة مؤمنة بدورها وبعطائها.